مشهدان متناقضان. الأول، ليست جبهة في معركة، طيور عابرة ورصاص خلفه طائش. مشهد ثاني، حراس ومتطوعون يحرسون أسراب الطيور لحمايتها. قاموا بحراسة هذه الطيور والاطمئنان عليها ومنع أي تعديات عليها. عشرات الطيور قتلت من سرب واحد قبل أيام. فيديو المجزرة البيئية في الشمال اللبناني حرك المعنيين. اللي صار بالأيام الماضية هو مخالفة واضحة وفاضحة للقوانين. وزير البيئة اللبنانية الدكتور ناصر ياسين متحدثا لميديا. أولا القانون الصيد اللي هو بيمنع اطلاق النار واصطياد الطيور المهاجرة، ولكن ايضا هناك مخالفة عبر استعمال اسلحة حربية. المسألة تتعدى مخالفة قانون الصيد. يتعدى مخالفة قانون الصيد الى استخدام اسلحة حربية وابرازها بشكل فاضح واطلاق النار عبر مجموعات مسلحة على هذه الطيور، واللي بشكل خطر على الناس وعلى التنوع البيولوجي. ماذا فعلت الوزارة؟ خلينا نرفع الصوت عالي، نطلب من المدعي العام البيئي في شمال لبنان يلاحق هؤلاء وعم يتم ملاحقتهم. نطلب كمان من السيد وزير الداخلية يتشدد عبر القوى الأمنية لتوقف هذه المخالفات. إن كنت من محبي الطبيعة لابد أن استوقفك الصوت هذا مرارا. طيور اللقلق أو اللقلاق البيضاء الجميلة، صديقة الطبيعة والمزارع في أوروبا وجالبة الحظ في بولندا مثلاً، لسوء حظها تعبر سماء بعض المناطق اللبنانية فتطلق عليها النيران من أسلحة حربية. تعد منطقة الشوف اللبنانية إحدى أجمل المناطق اللبنانية لطبيعتها وحفاظ أبنائها على البيئة فيها. هنا في الجغرافية الخضراء الجاذبة، محمية طبيعية هي الأكبر في لبنان والأكثر تنوعاً، نأخذها نموذجة. بمحمية أرز الشوف نسعى بشكل سنوي لزيادة الوعي حول أهمية هذه الطيور. نزار هاني مدير محمية أرز الشوف متحدثاً لميديا. ونطلب من الأهل ومن الجميع والصيادين أن يتركوا هالطيور تمر بأمان. ومع الوقت صارت الناس أكثر وعياً، يعني هيدا العام استراحت الطيور بعدة محلات بالمحمية، فتوجهوا حراس المحمية بالتعاون مع المتطوعين في القرى وبوليس البلديات، وقاموا بحراسة هذه الطيور والاطمئنان عليها ومنع أي تعديات عليها. وفي أكد السنة ما صار في أي إطلاق نار على هذه الطيور المهاجرة في منطقة الشوف والمحيط الكبير لمحمية أرز الشوف. لبنان بلد عبور رئيس لطيور اللقلق في طريقها من حر إفريقيا إلى المناطق المعتدلة في أوروبا. كيف نجعل قانون الصيد فعالا؟ ترغيب والترهيب. سألنا الدكتورة فيفي كلاب الخبيرة البيئية والمستشارة السابقة لدى منظمة الأمم المتحدة متحدثة بمدية. الحل هو بأكيد قوى رادعة أكثر بكثير من هيدي. أكيد تطبيق القانون شيء مهم، لكن للأسف وين نحن من تطبيق القانون بأي شيء، بأبسط القواعد المتاحة للإنسان نحن ما عنا إياها. الترغيب. هلأ صار فيه وعي أكثر، صار فيه الصيادين المحترفين اللي عن جد الصيد هي هوايتهم، واللي هن بيحبوا المشي بالطبيعة والتعرف على الطبيعة والتعرف على التنوع البيولوجي فيها، وهودي بيصيروا هوات وبيصيروا متعلقين، هودي عم يحترموا القانون، لكن نحن مشكلتنا اللي ما بيحترم القانون. في زمن الأزمة احتيال وصيد ليلي، وصاروا الناس عم بيلاقوا من الأسهل انهم يتصيدوا على سطوح بيوتهم، يعني بيحطوا شجر وبيزينوها وبيحطوا آلات تستعمل أصوات منادات للطيور اللي جاي وبيجوا بيغطوا فيها. قد يقول قائل في بلد الأزمات الصيد آخر هموم المسؤولين. القصة ليست عند المسؤولين وحسب، القصة قصة وعي مجتمعي وبيئي. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.